بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات المعاهد الفنية الصحية الفرقة الأولى جميع الشعب، أهلا بحضراتكم في استكمال مادة جودة الرعاية الصحية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ نتكلم على 4 حاجات. هنتكلم على وصف ثلاثية جوران، هنشوف ثلاثية جوران، وهنبدأ نفسر مسلمة بنابيديان، وهنعرف الفرق ما بين التراخيص والشهادات والاعتماد، وبعد كده هنتكلم شوية عن شهادة الايزو، هنعرف ايه المقصود بالايزو وانواع الشهادات بتاعت الايزو. بس قبل ما نبدأ عايز اقول، لو احنا حبينا ننشئ نظام جودة في المستشفى، ازاي بقى ننشئ نظام جودة في المستشفى؟ من خلال الكلام اللي احنا قلناه المحاضرات اللي فاتت، عايزين نعرف بقى ازاي نقدر نستفاد من الكلام ده ان احنا ننشئ، لو حد حب ينشئ نظام جودة في المستشفى ينشئه ازاي. بقول يا جماعة ان لو عايزين نطبق الجودة في المستشفى، بنعتبر ان الجودة دي عاملة زي البيت. البيت دوت طبعا لازم يكون ليه اساس. اساس البيت بتاع الجودة ده هو مين؟ هو مبادئ الجودة. يبقى لازم الاول يكون عندي الاساس ده محطوط تحت في الاول في البداية خالص. ليه لازم يكون مبادئ الجودة هي الاساس؟ لان كان المقصود بمبادئ الجودة ايه، زي ما اتفقنا مع بعض واتكلمنا المرة اللي فاتت. مبادئ الجودة هي التعليمات اللي يجب اتباعها حتى نستطيع تطبيق إدارة الجودة الشاملة. يبقى التعليمات دي لازم تكون موجودة وهي الأساس وهي الفكر بتاع الناس كلها. طب نفتكر مع بعض كده، فاكرين مبادئ الجودة؟ فاكرين كده نشتغل بأنهي طريقة؟ يلا نتكلم كده، مثلا إيه اللي من بره من خارج المؤسسة، في حاجات من جوه المؤسسة، في طريقة الشغل نفسه. من خارج المؤسسة كان عندنا أول حاجة العميل أو الزبون، وقول الزبون هو الذي يعرف الجودة، يبقى الزبون هو اللي بيعرف لي الجودة. رقم 2 كان عندنا الموردين، ففي علاقة تبادل منفعة ما بين الموردين وبين الزبائن، يبقى ده رقم 2. طيب من داخل المؤسسة كان عندي القيادة العليا وعندي العاملين. القيادة العليا التزام القيادة العليا بتطبيق الجودة، والعاملين مشاركة جميع العاملين، وان انا امنح العاملين دول السلطة والمسؤولية والتشجيع على تطبيق الجودة. طب طريقة الشغل نفسه، العمل بمنهج العمليات او النظم. اي غلط هيحصل، اي خطأ هيحصل، لازم ادور على العمليات. لو عاوز اطور العمليات لازم افهم العمليات دي. لو عاوز اقيس العمليات الحيوية. لو هفكر باسلوب علمي واحصائيات. هركز على النظام ومركزش على الاشخاص. هتخذ قرار يكون مبني على البيانات والمعلومات. وبعد كده اشتغل بشكل العمل الاستباقي، ان انا اكون بالشكل الوقائي، اكون مبقاش رد فعل، لا لازم انا اكون من الاول خالص مفكر وحاطط الطرق الوقائيه والاكتشاف المبكر. واخر حاجه بعرفها بقول ان الجوده الرديئه هي المكلفه. يبقى انا لو حطيت الحاجات دي في الاساس، كان عندي مدير متبني فكره الجوده، عندي مشاركه العاملين كلهم، ومدي للعاملين اللي عندي صلاحيات، وعارف ان في علاقه ما بين الموردين وما بين الزبائن، فعشان كده مش بسترخص ولا بجيب اي حاجه رديئه، عارف ان الزبون ده هو اللي هيقيم لي الجوده، فحاطط الزبون ده في عيني ومركز عليه، مركز على الزبون جدا جدا جدا، وحاطه نصب عينيا. بدات افكر بنظام السيستم ونظام العمليات. لو لقيت مشكله هفكر في السيستم مش هفكر في الاشخاص. لو عاوز اطور من الشغل بتاعي هبدا افهم العمليات اللي انا شغال بيها. لو عاوز اقيس لازم اقيس العمليات الحيويه اللي موجوده عندي. لو هفكر افكر باسلوب علمي واستخدام الاحصائيات، لازم ابقى شغال بشكل استباقي ما بقاش رد فعل. وفي الاخر خالص ابقى فاهم ان الجوده الرديئه هي المكلفه. لو دول كانوا في دماغي التعليمات دي، يبقى حطيت الاساس. بعد كده ابدا اعمل ايه؟ ابدا افكر ان انا هقدم خدمه طبيه. اللي هيطلع بقى فوق على الوش اللي الناس هتشوفه هو مين؟ هم العمدان، عمدان البيت اللي هبنيه. وهي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ابعاد الجوده، الصفات الواجب توافرها علشان اقول ان الخدمه دي فيها جوده، اللي الناس هتشوفها. الحاجات اللي بيطلع فوق البيت، هو الاساس ده حد بيشوفه؟ لا، ده موجود تحت، موجود جوانا، موجود في قلوبنا. خلاص حطينا الافكار دي كلها في دماغنا وفي قلوبنا، وطريقه الشغل اللي احنا ماشيين بيه. اللي الناس هتبدا تشوفه بقى هي الخدمه اللي بقدمها، اللي هي ابعاد الجوده. ابعاد الجوده كان عندي كام بعد؟ كان عندي 11 بعد، اللي هم اول حاجه الملائمه وسهوله الوصول للخدمه، ادي رقم واحد الملائمه. رقم 2 سهوله الوصول للخدمه. كان عندي كمان الاستمراريه والجداره والفاعليه والكفاءه والفعاله والرعايه والاحترام والامان والتوقيت المناسب، واخر واحده كانت الوقايه والاكتشاف المبكر. لما حطيت المبادئ، حطيت اللي هي
ابعاد الجودة دي، فبدأت كده اطلع بالبيت اللي هبدأ ابص عليه واقيمه من 3 جهات. هبدأ ابص عليه من الجودة التي يمكن قياسها، وبص على الناحية التانية من الجودة التي يمكن تقديرها، وبص عليه من الجانب التاني الجودة التي يمكن ادراكها، عشان يديني في الاخر اشكال الجودة واقدر احكم كده على الجودة وعلى البيت ده واقول انه كويس ولا مش كويس. يبقى لو حبيت انشئ نظام جودة في المستشفى احط المبادئ واطلع بالابعاد عشان اقيم الجودة، بقى هبص عليها من الـ3 جوانب اللي احنا اتفقنا عليهم: الجودة التي يمكن قياسها، وده مدى التطابق مع المعايير، الجودة التي يمكن تقديرها، ودي حكم ذوي المهارة والخبرة على الخدمة اللي بتتقدم، وبعد كده الجودة التي يمكن إدراكها، ودوت هو حكم المنتفعين من الخدمة. يبقى احنا قلنا لما بنيجي نحكم على الجودة بنحكم عليها من 3 جوانب: بنحكم عليها من الجودة التي يمكن قياسها، وده مدى التطابق مع المعايير، الجودة التي يمكن تقديرها، واللي يقدر الشيء هو اللي يفهم فيه، حكم ذوي المهارة والخبرة على الخدمة اللي بتقدم، وآخر حاجة خالص الجودة التي يمكن إدراكها، وده حكم المنتفعين من مدى الرعاية والاهتمام اللي بيشوفوه، اللي هو حكم البيشنت نفسه. خلاص، يبقى كده نشأت نظام جودة في المستشفى. نبدأ بقى نتكلم في المحاضرة الأساسية بتاعتنا النهاردة، اللي هنتكلم فيها على ثلاثية جوران، وهنتكلم فيها كمان على مسلمة دونابيديان، وبعد كده نتكلم على الاعتماد والتراخيص والشهادات. في الأول خالص ثلاثية جوران، فاكرين جوران؟ جوران كان كنا بنسميه معلم من معلمي الجودة، جوران اللي عرف الجودة بالملائمة للاستخدام، جوران اللي قال ان الجودة لا تحدث مصادفة بل يجب التخطيط لها، برضو جوران اللي بدأ يتكلم ويقول ان لازم استخدم الاسلوب العلمي في حل المشاكل، اللي هو عن طريق تجميع البيانات وبعدين معرفة الاسباب وبعدين وضع الحلول وبعدين تقييم الحلول من ناحية ايجابياتها وسلبياتها واختيار الحل الاكثر ايجابية والاقل سلبية. ده كان جوران، وجوران اللي عرف الجودة بالملائمة للاستخدام، وقلنا ان هي عبارة عن اكنه طائر ذو جناحين، اللي هي الخلو من العيوب مع مواصفات جديدة لخدمة متطورة. جوران دوت اللي راح امريكا، ولما جه عندنا مصر خد الشعار بتاعنا خدماء مصريين وراح حطه على المعهد اللي عمله في امريكا، جوران انستيتيوت اوف كواليتي. وحط لنا كمان ثلاثيه جوران اللي بتتكلم على 3 حاجات: بتتكلم على التخطيط للجوده، وبتتكلم على رقابه الجوده، وبتتكلم على تحسين الجوده. احنا الـ3 مكونات بتوع ثلاثيه جوران دول، اول حاجه جوران بيكلمنا فيها بيقول لنا ان المكونات الـ3 دول، اللي هو سواء التخطيط للجودة أو رقابة الجودة أو تحسين الجودة، بيشتغلوا مع بعض زي الدايرة، زي الحلقة، كالحلقة. يبقى هنا بيقول لنا إن المكونات الـ3 دول بيشتغلوا مع بعض كحلقة. طب الحلقة أو الدايرة دي هل ليها نقطة بداية أو نقطة نهاية؟ الدايرة ليها نقطة بداية ونهاية؟ لا. يبقى هنا لا توجد نقطة بداية ولا نقطة نهاية، ولكن تعمل جميعا بطريقة مستمرة. يعني انا ما ينفعش اقول لك ان انا اول ما ابدا في الجوده وانا بنشئ المكان لازم ابدا بالتخطيط للجوده، ولا لازم البدايه بتاعتي تبقى رقابه او بدايه بتاعتي التحسين، لا، ابدا من اي حته حسب ما انا هشوف دلوقتي انا الوضع بتاعي. يبقى لان العلاقه ما بينهم علاقه كحلقه او علاقه دائريه، لا توجد نقطه بدايه ولا نقطه نهايه. كل واحده من الـ3 مكونات بتوع جوران هتكلم عليهم في 3 نقاط اساسيه، هقول الهدف منهم ايه، وهقول مين المسؤول عنهم او مين اللي بيعمل الخطوه دي، وبعد كده اقول مكوناتها ايه، بتتكون من قد ايه، من ايه بالظبط، او الخطوات بتاعتها ايه. يبقى انا اول ما هبدا هنا هتكلم على التخطيط للجوده. الهدف من التخطيط للجوده ايه اللي يخليني ابدا او اشتغل بالتخطيط؟ احنا قلنا انا ما فيش نقطه بدايه ولا نهايه، انا عندي تخطيط وعندي الرقابه وعندي تطوير الجودة أو تحسين الجودة، أبدأ بمين؟ ما عنديش نقطة بداية ونهاية، بس جوران بيقول لنا في كل واحدة من دول ليها هدف. شوف الهدف بتاعك إيه. لو كان الهدف بتاعي تقديم خدمة جديدة تلبي احتياجات العميل، فأبدأ بالتخطيط. يبقى هنا بيقول لنا هنا التخطيط الهدف منه إن أنا أقدم خدمة جديدة تلبي احتياجات العميل. لو أنا بعمل خدمة جديدة ما كانتش موجودة عندي قبل كده، فأبدأ بالتخطيط. يعني انا دلوقتي مثلا في مستشفى وعايزين نبدا نعمل اشعه مقطعيه في المستشفى، قسم اشعه مقطعيه. طب هو كان موجود قبل كده؟ لا، مش موجود، ده جديد. يبقى ساعتها ابدا بالتخطيط للجوده. يبقى التخطيط للجوده الهدف منها لما اكون بقدم خدمات جديده تلبي احتياجات العميل. طب مين المسؤول عنها؟ مين يا جماعه المسؤول انه يقدر يدي قرار زي كده ان احنا ننشئ قسم زي
قسم الأشعة المقطعية في المستشفى. مين؟ طبعا القيادات العليا، المدير بتاع المستشفى ورؤساء الأقسام، دول القيادات العليا اللي فوق دول هم صح أصحاب القرار، واللي معاهم الصلاحيات ومعاهم الفلوس اللي يقدروا يقولوا احنا نقدر ننشئ او عايزين ننشئ قسم زي ده. طب الخطوات بتاعتها بتتكون من 6 خطوات. يبقى التخطيط للجودة، الهدف منها تقديم خدمات جديدة، لو بقدم خدمة جديدة أبدأ بالتخطيط. مين المسؤول عنها؟ القيادة العليا. بتتكون من كام خطوة؟ 6 خطوات. ايه بقى ال6 خطوات بتوعنا دول اللي هم بتوع التخطيط للجودة؟ عشان اخطط للجودة اول حاجة خالص لازم نتفق على المشروع، هو احنا هنعمل ايه بالظبط. احنا عايزين دلوقتي ننشئ قسم الاشعة المقطعية، ده رقم 1. رقم 2 نعمل ايه؟ قال لك رقم 2 تحدد مين هم العملاء بتوعك، هم مين الناس اللي هيجوا يعملوا عندي اشعة مقطعية. اه والله ده الناس دول ناس كبار السن، الناس اللي هم مرضى مثلا اللي بتوع العناية، مرضى مثلا المخ والاعصاب. حددت هم مين العملاء، بعدين ابدا اقعد معاهم عشان اعرف ايه هي احتياجاتهم، فاحدد احتياجاتهم، اعمل لهم مثلا استبيان، اسالهم، اقعد معاهم، اتكلم معاهم، اعرف ايه هي احتياجاتهم. فانا قعدت مع الناس ديت وبدات اقول لهم هو ايه احتياجاتكم يا جماعه. اقول له والله يا دكتور احنا يا ريت الاشعه او الاشعه المقطعيه دي احنا بنخاف ندخل في الحاجه المقفوله ديت، فبنخاف منها قوي. طب مش عارفين نعمل ايه، ده رقم 1. رقم 2 قالوا لي والله احنا كنا عايزين ان احنا بيبقى صعب علينا قوي نتحرك ونطلع الدور الثاني او الدور الثالث لان احنا كبار في السن واوقات الاسانسير بيبقى عطلان فمنبقاش عارفين نعمل ايه. طب رقم 3 والله يا دكتور احنا اصلا عشان نيجي نكشف ونيجي نعمل الاشعه ديت لازم حد من ولادنا بييجوا، هم اللي بيجيبونا، بس المشكله ان هم على ما بيخلصوا شغلهم بيبداوا اصلا يطلعوا من الشغل يوصلوا البيت على الساعه 5 6. يبقى انا دلوقتي بدات اعرف احتياجاتهم، فاجي اعمل بعد كده ابدا اعمل ايه؟ ابدا انشئ الخصائص بتاعت الخدمه دي. فاعمل ايه؟ اعمل اشعه مفتوحه، بدل ما اعملها السي تي المقفوله اللي هي اللي الناس بتخاف منها دي، اعملها لا كاوضه مفتوحه. بدل ما اعملها كنت اعملها في الدور الثاني او الثالث، لا ده انا هعملها دور ارضي. ابدا بالمواعيد العمل بتاعتي، بدل ما كنت هبدا من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 6 المغرب، لا ده انا هبدا مثلا من الساعه 5 العصر لحد 10 بالليل. يبقى بناء بدات احط انشاء خصائص الخدمه حسب هو انا بعمل الخدمه دي لمين، مش للعميل، فانا عرفت ايه احتياجاته. طب خلاص حطيت الانشاء، حطيت الخصائص دي، بعد ما حطيت الخصائص ديت حطيتها على الورق، احول العمليه دي العمليات دي لقوه تشغيليه. ابدا بقى احطها على ارض الواقع وابدا اجيب الناس وعين الناس اللي هتشتغل في الاماكن دي كلها، وبعد كده ابدا احط العمليات المفصله عشان انتاج الخصائص دي. التفاصيل التفاصيل بقى، ادخل في تفاصيل التفاصيل، الحجز هيتم ازاي، الفلوس هتدفع ازاي، هيبقى فيه وصولات ولا لا، التقرير هتطلع امتى، هوصل التقارير عن طريق النت ولا هديها لهم ازاي، يعني كل ده ابدا ان انا احط. يبقى لما اتكلم على التخطيط للجوده بالنسبه لثلاثيه جوران، الهدف منها لو انا بعمل خدمه جديده عشان تلبي احتياجات العميل، طب مين المسؤول عنها؟ القيادات العليا. ايه الخطوات بتاعتها؟ 6 خطوات، و6 خطوات منطقيه جدا. فاول حاجه خالص هتفق على المشروع، هو انا عايز اعمل ايه؟ وبعدين هو انا بعمل المشروع ده لمين؟ مش عشان البي احتياجات العميل، يبقى اعرف الاول مين هم العملاء بتوعي، احدد العملاء، وبعد كده ابدا احدد احتياجاتهم، ومن خلال احتياجاتهم احط خصائص الشكل العام بتاع الخدمه اللي انا هقدمها دي هيبقى عامل ازاي؟ وبعد كده احولها لقوه تشغيليه، وبعدين نبدا نحط العمليات المفصله. لو انا مشيت على فكره بفكر التخطيط دوت وبفكر الجوده دي، انا ممكن انجح في اي مشروع اعمله في حياتي. احنا دايما المشاريع هنا في مصر بتفشل ليه؟ لان الناس بتفكر بالشكل التقليدي، هو بيشوف واحد عمل مشروع فنجح فيروح يعمل زيه، بغض النظر عن هو عايز يعمل كده وخلاص. انما لا، انا دلوقتي لما ابدا اعمل اي مشروع افكر الاول احتياجات الناس ايه. تخيلوا كده مثلا لو انا بدات اتكلم مع بعض الناس وبعدين عرفت ان احتياجاتهم مثلا في موبايل، ان هو عايزين موبايل حجمه صغير، وموبايل يبقى بيدخل على النت، وموبايل مثلا يقدر يستقبل الايميلات، الكاميرا بتاعته البكسل بتاعها عالي وتقدر تعمل زوم وغيره. انا عرفت هم عايزين ايه، ورحت نزلت الموبايل بالمواصفات اللي هم عايزينها دي. انا محتاج ان انا اقعد اعمل ماركتنج وتسويق على الموضوع ده، واقعد كل شويه اعمل اعلانات واعمل دعايه. الناس بس اقول لهم ان الموبايل نزل بالمواصفات دي، خلاص الناس كلها هتجري عليه، الناس لان هي الناس كانت محتاجه الحاجه دي. انما مش هعمل اللي انا عايزه، اعمل اللي الناس محتاجاه. افكر دايما في الزبون، الزبون عاوز ايه واعمله له، مش انا اللي عاوز اعمل ايه فاعمله. طيب
يبقى ده كانت التخطيط للجوده. تاني مرحله، هو احنا قلنا ما فيش بقى ترتيب في المراحل، احنا قلنا ان عندنا ثلاثيه جوران هما ثلاث حاجات، فسواء كانت تخطيط للجوده او رقابه الجوده او تحسين الجوده، كل واحده منهم مالها، ما فيش نقطه بدايه ولا نقطه نهايه، العلاقه بينهم كحلقه. هنتكلم على رقابه الجوده. رقابه الجوده برضه هنتكلم عليها من ناحيه ايه؟ هنتكلم عليها من ناحيه ثلاث حاجات: الهدف، المسؤول عنها، الخطوات بتاعتها. طب الهدف منها ايه؟ انا بعمل الرقابه. الرقابه يعني ايه؟ الرقابه اكني بقيس، يعني بعمل قياس بقيس. الهدف من الرقابه ان انا اضمن ان الانشطه الروتينيه اللي انا عملت لها وخططتها دي تتنفذ بشكل صحيح وثابت. انا لو ما عملتش رقابه على حاجه هتبوظ، لو ما كانش عيني على كل حاجه واتاكد ان الحاجه دي بتتعمل وماشيه بالاتجاه اللي احنا قلناه بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها مش هتبقى صحيحه. فهنا رقابه الجوده الهدف منها ان نضمن ان الانشطه الروتينيه بيتم تنفيذها بشكل صحيح وثابت. توفر فيها حاجتين، تعمل بالاول بشكل صح وثابت، كل مره بتتعمل بنفس الطريقه. طيب مين المسؤول عنها؟ المسؤول عن الرقابه هنا جميع العاملين، كل الناس لازم هي اللي هتبقى مسؤوله عن رقابه الشغل بتاعها. مش محتاج ان انا اوقف عليهم واحد يقعد يبص عليهم، لا، كل واحد بيقيس الاداء بتاعه، بيقيس الدنيا بتاعته عامله ازاي عشان يضمن ان الحاجه بتاعته دي تتعمل بشكل صح وكل مره بتتعمل بنفس الطريقه. الخطوات بتاعتها ثلاث خطوات. الرقابه او قياس الجوده، الرقابه دي يا جماعه عامله زي العدادات. في حد يقدر يسوق، يعرف يسوق العربيه بدون ما يبقى قدامه العدادات دي قاعد يبص عليها؟ صعب قوي ان يقدر يسوق عربيه بدون عدادات، اعداد الحراره وعداد السرعه وعداد البنزين، مش هقدر امشي. فعشان كده خطوات الرقابه هم ثلاث خطوات منطقيه. اول حاجه خالص اقيس الاداء بتاعي، اقيم الاداء بتاعي، وبعدين اقارنه بالمعايير، بعد كده اخد تصرف في عند حدوث فروقات. لو لقيت فرق ما بين الاداء الحالي بتاعي والمعايير ابدا اخد الفرق ده. يعني مثال، لو انا دلوقتي سايق العربيه، انا سايق العربيه بتاعتي وماشي على سرعه 100، قيمت الاداء الفعلي بتاعي دلوقتي لقيت سرعتي 100، كويس، قارنته بالمعايير. المعايير بالنسبه لي الرادار اللي موجود والتعليمات اللي موجوده على الطرق بتقول لي ان السرعه الحد الاقصى للسرعه 90. يبقى لما قارنته بالمعايير لقيت ان هو دلوقتي المفروض ان انا هنا اجري، لقيت في فرق ما بين الاداء الفعلي وما بين المعايير، لازم هنا اجري تصرف معين. هعمل ايه بقى طالما في فرق اهو؟ ابدا ارفع رجلي من على البنزين شويه عشان العربيه تهدى شويه وما اخدش مخالفه. نفس القصه هنا، انا دلوقتي بقيس الاداء الفعلي بتاعي لقيت ان نسبه الوفيات عندي 7%، طب المعايير بتقول لي ايه؟ المعايير بتقول لي ما تزيدش عن 3%. يبقى اجري تصرف، ابدا احسن واشوف ايه المشكله اللي موجوده عندي ديت واصلحها. لقيت دلوقتي بيقول لي نسبه اعطال الصيانه الاجهزه، نسبه الاعطال ما تزيدش عن 5%، فبدات اقيس الاداء الفعلي بتاعي. طب انا اخباري ايه دلوقتي يا جماعه؟ هو احنا عندنا نسبه الاعطال بتاعه الاجهزه في المستشفى قد ايه؟ قال لي والله ده نسبه الاعطال في الاجهزه 7%. طب المعايير بتقول لي 5%، لا ده انا احاول اصلح شويه وازود شويه واجيب شركات واعمل صيانه وقائيه واجري تصرفات عند حدوث الفرق. يبقى الرقابه، رقابه الجوده الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان نضمن ان الاعمال الروتينيه، الاعمال العاديه اللي بتحصل كل يوم، تحصل فيها حاجتين: رقم واحد تحصل بالشكل الصح، رقم اتنين بثبات. يعني ايه بثبات؟ يعني كل مره بتحصل بنفس الطريقه دي، يبقى بشكل صحيح وثابت. مين المسؤول عنها؟ جميع العاملين، كل الناس وكل قسم، ده بتوع الصيانه مسؤولين عن رقابه الاداء بتاعهم في قسم الصيانه. طب بتوع المعامل مسؤولين عن رقابه الجوده في قسم المعامل. الاشعه مسؤولين عن رقابه الجوده في قسم الاشعه. التسجيل الطبي كل واحد كده مسؤول ان هو يبدا يقيس الاداء بتاعه. عشان كده لما بنيجي لجنه الاعتماد او اللجنه اللي جايه تقيم المستشفى، اول ما تقابل اي حد في اي قسم تقول له انت في قسم ايه، ولا تقول له انت بتقيس ايه؟ هو هنا بقى يعني، فبيقول انا بقيم الاداء الفعلي، انا بقيس نسبه الوفيات، بقيس نسبه الاشغال، بقيس كذا بقيس كذا. فهو ده الرقابه عشان اتاكد ان الشغل بتاعي، لان انا كان عندي قاعده في الاداره قبل كده بتقول ما لا يمكن قياسه لا يمكن ادارته. انت هتدير القسم ده ازاي وانت ما بتعملش عليه رقابه وبتقيس الاداء بتاعك؟ تمام. الجزء الاخير بتاع ثلاثيه جوران بيتكلم على تحسين الجوده. طب ايه الهدف من تحسين الجوده؟ الهدف من تحسين الجوده ان انا عايز ارفع مستوى الاداء بتاعي لمستوى لم يسبق له مثيل. عايز ارفع مستوى الاداء بتاعي،
انا خدمه انا بأديها اوريدي دلوقتي بالفعل طبيعي بأديها حاليا، بس الاداء بتاعها مش عاجبني، ما بتحققش الاهداف. فانا عايز كده الهدف منها ان انا ارفع المستوى بتاعي، ارفع مستوى الجوده لمستويات ما وصلتلهاش قبل كده. فهو ده التحسين. المسؤول عنها فرق ولجان الجوده. ليه هنا بقى قلت فرق ولجان الجوده هي المسؤولين عن التحسين؟ لان الناس اللي شغالين في الجوده دول بتوع اعضاء فريق الجوده او لجنه الجوده تبقى ناس دارسه، احنا لسه هندرسها مع بعض، هندرس حاجه اسمها ادوات الجوده. بيبقى معاه مجموعه من الادوات، معاه حاجه اسمها عصف ذهني، معاه حاجه اسمها خريطه التدفق، معاه حاجه اسمها عظام السمكه. عظام السمكه احنا كنا اتكلمنا عن مخطط عظام السمكه، مين اللي اكتشفه او مين اللي عمله؟ ها، ايشيكاوا بالظبط. فعظام السمكه عنده حاجه اسمها باريتو، معاه ادوات، عنده مصفوفه الاولويات، عنده اكتر من اداه يقدر يستخدمها للتحسين. فعشان كده بتبقى هي الناس دي بتبقى دايما بتساعد في عمليه التحسين. طب ايه الخطوات بتاعتنا؟ برضو الخطوات بتاعتنا 6 خطوات. ايه بقى الخطوات بتاعت تحسين الجوده؟ لو انا النهارده عايز احسن الاداء بتاعي وارفع الاداء بتاعي اعمل ايه؟ احنا في الجوده دايما ما بنحبش نتكلم على المشكله، لو عندي مشكله يعني ما بقولش عليها مشكله، بقول عليها فرصه للتحسين. يعني يبقى كلمه المشكله في الجوده ما بنحبش نتكلم فيها، دايما بنقول ان هي اسمها فرصه للتحسين، فرصه التحسين. فاول حاجه بنعملها ان احنا بنحدد المشاريع التحسين اللي عندي، يعني المشاكل اللي موجوده عندنا في المستشفى كلها. خلاص انا حددت المشاكل اللي موجوده، تحديد مشاريع التحسين قصدي بيها المشاكل. بس احنا في الجوده ما بنحبش نقول على المشكله مشكله، نقول عليها فرصه للتحسين. يعني بمنطق الالفاظ كده يقول لك فرصه للتحسين، ده حاجه كويسه عشان كده الناس تعترف بمشاكلها عشان تقدر تحسن من نفسها. فبقول اول حاجه هحدد ايه مشاريع التحسين، ايه المشاكل الموجوده عندي في المستشفى. ده انا عندي مشكله في قسم النساء، ومشكله في قسم البطنه، وعندي مشكله في قسم الجراحه، وعندي مشاكل في الاستقبال، وعندي مشاكل في الصيانه، وعندي مشاكل في التسجيل، عندي مشاكل في حاجات كتيره جدا. طب ينفع اشتغل فيها كلها؟ يا ريت لو عندي وقت وفلوس ومجهود اشتغل فيها كلها، انما لا، صعب جدا ان اعرف اشتغل في كل حاجه في وقت واحد. فبعد ما احدد مشاريع التحسين اللي موجوده عندي اتفق على مشروع واحد، ابدا اتفق على مشروع. عرفت المشروع او المشكله اللي عندي دي، ابدا اعمل ايه؟ اعرف اشخص الاسباب، ايه اسباب المشكله اللي مخليه الاداء بتاعي مش عاجبني بالشكل ده عشان احسنه. ولما اعرف الاسباب ابدا احط الحلول وانفذها. وبعد ما احط الحلول وانفذها لازم ابدا احافظ على المكاسب اللي وصلت لها دي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي كان عندي دلوقتي قعدت احدد المشاريع اللي موجوده عندي في المستشفى، فلقيت ان انا عندي مشكله ان نسبه الاشغال قليله، وعندي نسبه الوفيات عاليه، وعندي نسبه الانفكشن في قسم البطنه او قسم الجراحه كتير، شويه مشاكل كده. فبدات اتفق على مشروع واحد، لقيت والله مثلا ان عندي في العنايه نسبه الانفكشن في القساطر اللي بيركبوها السنترال لاين دي عاليه جدا. فبدات ان انا اشخص الاسباب وعرفت الاسباب بتاعتي وحطيت الحلول. لو ما حاولتش احافظ على المكاسب اللي انا وصلت لها، كان عندي نسبه العدوى كانت 5% نزلتها ل 3%، لو ما حاولتش ان انا احافظ على المكاسب دي الدنيا هتبوظ وترجع تاني. فلازم بعد ما اوصل اللي وصلت له ده لازم احاول احط عامل عليها سيطره كده عشان احافظ على المكاسب اللي انا وصلت لها دي عشان ما ترجعش تبوظ مني. وبعد كده اعمل ايه بقى؟ بعد كده ابدا ان انا اكرر المشروع ده، اكرر النتائج اللي حصلت لها دي اكررها، وابدا ادخل على مشاريع جديده. لان الهدف الرئيسي من عندنا احنا في انهي مرحله؟ مرحله التحسين المستمر. خلاص انا خلصت المشروع دوت، انا دلوقتي كان عندي 10 15 مشكله موجوده او مشروع، اتفقت على مشروع واحد وبعدين عرفت اسبابه وحطيت الحلول ونفذتها وحافظت على المكاسب بتاعتي، وبعد كده ابدا اكرر النتائج اللي انا وصلت لها دي في اماكن تانية وادور على مشروع جديد. انا خلصت مشروع العناية، ابدا ابص على المشكلة اللي عندي في العمليات وبعدين ادخل في المشكلة التانية، هكذا. لان انا باستمرار عندي تحسين مستمر. يبقى ده ثلاثية جيران. يبقى ثلاثية جيران، جيران اتكلم ان في علاقة ما بين مراقبة الجودة وتحسين الجودة والتخطيط للجودة. العلاقة دي علاقة ايه؟ علاقة حلقية. يعني ايه علاقة حلقية؟ يعني لا توجد نقطة بداية ولا نقطة نهاية. وبعدين قلنا هنتكلم في كل مرحلة من المراحل الثلاثة دول هنتكلم على 3 حاجات، هنتكلم على الهدف، هنتكلم مين المسؤول عنها او مين اللي بيعملها، وبعدين ايه الخطوات بتاعتها. فاول حاجة خالص اتكلمنا على التخطيط للجودة، وقلنا التخطيط للجودة الهدف منه ان انا لو بدخل خدمة جديدة، بنشئ خدمة جديدة ما كانش موجودة عندي عشان تلبي احتياجات العميل.
مين المسؤول عنها؟ القيادات العليا، هي دي اللي عندها الفلوس والصلاحيات اللي تقدر تقول انا هعمل حاجه جديده. طب ايه الخطوات بتاعتنا؟ 6 خطوات، هتفق على المشروع، وبعدين احدد مين هم العملاء، اعرف ايه احتياجاتهم، احط خصائص الخدمه، احول العمليات دي لقوه تشغيليه فعليه، وبعدين احط العمليات المفصله للانتاج. يبقى ده خلصنا الجزء الاولاني بتاع اللي هو التخطيط للجوده. كان مرحله تانية كنت بتكلم على رقابه الجوده. رقابه الجوده كان الهدف منها ان انا اضمن ان الانشطه الروتينيه بتتم بحاجتين بشكل صحيح وثابت. مين المسؤول عنها؟ جميع العاملين اللي في المكان. بتتكون من ايه؟ من 3 خطوات. ايه هما ال3 خطوات بتاعي؟ ان انا اقيس الاداء الفعلي بتاعي، ابدا اقارنه بالمعايير، وبعدين احداث تصرف عند حدوث فرق. لو لقيت فرق اخد تصرف، اخد اكشن. المرحله اللي بعد كده تحسين الجوده. تحسين الجوده الهدف منها ان انا ارفع مستوى الاداء بتاعي، مستوى الاداء او مستوى الجوده لمستويات لم يسبق لها مثيل، حاجه ما وصلتلهاش قبل كده. كانت نسبه الوفيات عندي 3 وانا عايز ان انا اوصل لمستوى 2، حاجه ما وصلتلهاش قبل كده. طيب المسؤول عنها مين؟ فرق ولجان الجوده. ليه فرق ولجان الجوده؟ لان هم عندهم من الادوات والاساليب الفكر اللي عندهم يقدروا يحلوا اي مشكله موجوده. بتتكون من كام خطوه؟ بتتكون من 6 خطوات. ايه هم ال6 خطوات دول؟ اهو، احدد المشاريع اللي موجوده، وبعدين نتفق على مشروع واحد، وبعد ما نتفق على مشروع نعرف اسبابه، وبعد ما نعرف الاسباب بتاعته نبدا نحط الحلول وننفذها ونحافظ على المكاسب، وبعدين نكرر الموضوع ده ونرشح مشروع جديد. ده كانت اللي هي ثلاثيه جرار. ندخل على الجزء اللي بعده من المحاضرة بتاعتنا، واللي هنتكلم فيه على مسلمة دونابيديان. دونابيديان مين؟ دونابيديان ده سمعنا عنه قبل كده؟ دونابيديان من اوائل العلماء اللي اتكلموا عن جودة الرعاية الصحية. هي الرعاية الصحية بدأت من امتى؟ لا، جودة الرعاية الصحية ده بدأت من 2000 قبل الميلاد. حمورابي بقى، فاكرين؟ فاكرين المحاضرة اللي اتكلمنا فيها عن تاريخ او مراحل تطور جودة الرعاية الصحية؟ حمورابي، وبعد كده توت عنخ آمون، وبعدين دخلنا في ارسطو، دخلنا في ابوقراط، القصة اللي احنا اتكلمنا فيها بالتفصيل المرة اللي قبل كده. دونابيديان عالم من علماء الجودة اللي بدأ يتكلم على جودة، من اوائل العلماء اللي اتكلموا على جودة الرعاية الصحية. ودونابيديان كان بيتكلم على حاجة مهمة قوي، بيقول ان في علاقة سببية ما بين المدخلات والعمليات والمخرجات. في علاقة سببية ما بين المدخلات والعمليات والمخرجات. كل واحدة برضو من العلاقة السببية زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت قلنا يعني ايه؟ يعني لو المدخلات كويسة بالتالي العمليات هتتم بالشكل الجيد، وبالتالي هتطلع المخرجات كويس، والعكس لو المدخلات مش كويسة العمليات مش هتتم بشكل جيد، وبالتالي المخرجات مش هتطلع كويس. فهي العلاقة ما بينهم علاقة سببية. في كل واحدة من دول هنتكلم على اكتر من حاجة. هنتكلم على التعريف بتاعها، يعني مثلا مدخلات، يعني ايه مدخلات؟ اعرف يعني ايه هي المدخلات، وبعدين لو حبيت اقيس الجوده من ناحيه المدخلات دي هقيسها ازاي؟ يبقى في كل واحده منهم هتكلم على تعريفها، ولو ليها انواع يبقى التعريف والانواع، وبعدين لو قست الجوده من ناحيه المدخلات بس، او من ناحيه العمليات بس، او من ناحيه المخرجات بس، هعمل ايه؟ هقيسها ازاي؟ فنبدا باول حاجه خالص، المدخلات. المدخلات يعني ايه؟ المدخلات يعني الموارد. يعني ايه الموارد؟ الموارد يعني الموارد دي ممكن تبقى يعني المدخلات اللي عندي. لما اقول لحضرتك يعني ايه مدخلات تقول لي الموارد. الموارد دول دايما هم 3 M: مان باور اللي هي الموارد البشريه، ماتيريال اللي هي المواد او الحاجات الماديه، والماني الحاجات الماليه، وزودوا عليها المعلومات والوقت. فدايما بنقول ايه هي الموارد، بقول لك اقول ايه هي المدخلات تقول لي هي الموارد. يعني ايه الموارد؟ الموارد سواء موارد بشريه يعني البشر، او الموارد ماديه الاجهزه والمعدات والالات والادوات، او موارد ماليه فلوس، او معلومات، او وقت. دي اللي اسمها الموارد. طب لو حبيت اقيس الجوده من ناحيه الموارد فقط يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مش انا بتكلم دلوقتي مثلا قسم زي قسم الاستقبال، لو عايز اقيس اسم الاستقبال ده من ناحيه الموارد فقط، فهقيس البشر اللي موجودين. ما هي الموارد ايه؟ الموارد البشريه او الموارد الماديه او الماليه او المعلوماتيه او الوقت. فلو حبيت اقيسه هقيسه من ناحيه الافراد اللي بيقدموا الخدمه. يبقى هنا لو حبيت اقيس الجوده من ناحيه الموارد هركز على حاجتين، هركز على الافراد اللي بيقدموا الخدمه، الافراد اللي بيقدموا الخدمه، وهركز على مين كمان؟ وهركز على المكان اللي بيتم فيه تقديم الخدمه من ناحيه اكتمال معداته وتنظيم الاجهزه والمستلزمات اللي موجوده فيه. يبقى لو انا حبيت، يبقى لما اقول لحضرتك ماذا نقصد مثلا، او بنتكلم على مسلمة دونابيديان، هتقول له والله دونابيديان دوت اتكلم ان في علاقة سببية ما بين المدخلات والعمليات والمخرجات. المدخلات هي ايه؟
تبدا المدخلات مقصود بها الموارد، يعني موارد سواء موارد بشريه او موارد ماديه او موارد ماليه او معلومات او وقت. طب لو حبيت اقيس الجوده من ناحيه المدخلات هقيسها من ناحيه ايه؟ من ناحيه عاملين اساسيين، البشر الناس اللي جوه المكان ده والتجهيزات اللي موجوده، الافراد اللي بيقدموا الرعايه الصحيه، الافراد مين اللي موجودين دول، سواء كان اطباء تمريض فنيين اي حد شغال جوه الاستقبال، هشوفه من ناحيه التعليم بتاعه اخباره ايه والتدريب، وابص على الشهادات بتاعته والعدد بتاعه كويس ولا لا. طب وابص على المكان نفسه، هل مكتمل الاجهزه بتاعته والمعدات والمستلزمات موجوده ولا مش موجوده؟ لو لقيت الحاجات دي موجوده ومنظمه وكويسه والناس اللي شغالين كويسين، يبقى كده الجوده من ناحيه المدخلات تمام، يبقى ضمنت كده لو المدخلات دي كويسه هضمن ان شاء الله ان العمليات اي خدمه طبيه هتتقدم في الاستقبال باذن الله هتتقدم بشكل فيه جوده لان المدخلات كانت كويسه. يبقى ليه ما اقدرش احكم ان دلوقتي مش ممكن يبقى دلوقتي قسم زي قسم الاستقبال؟ وبعدين لقيت الافراد اللي فيه من ناحيه تعليمهم وتدريبهم واصدارات شهاداتهم وكفايه عددهم ممتازين، احسن اطباء واحسن مستوى علمي واحسن شهادات واحسن تدريب والاعداد بتاعتهم كفايه وزي الفل، بس المكان لا في دي سي شوك ولا عندهم جهاز منظار حنجري يبصوا عليه ولا عندهم اكسجين ولا عندهم مونيتور ولا اجهزه ضغط هيقدروا يقدموا الشغل؟ لا ما ينفعش. والعكس، طب لو كانوا الافراد دول لو كانت المكان متجهز احسن تجهيز في كل المعدات والاجهزه واحدث ما وصل اليه العلم، بس الافراد اللي موجودين عددهم قليل ومش متدربين ومعهمش شهادات كويسه ولا تدريب، برضه باظت الجوده. فالمدخلات لازم تبقى على بعضها كده. يبقى لما احكم على المدخلات لازم احكم عليها من ناحيه الافراد اللي بيقدموا الخدمه من ناحيه تعليمهم واصدارات شهاداتهم وكفايه عددهم، وفي نفس الوقت المكان نفسه اللي بيتكلم فيه، المكان اللي بيتقدم فيه الرعايه، هل مكتمل من ناحيه المعدات والاجهزه بتاعته متنظمه ولا لا؟ يبقى دوت بالنسبه للمدخلات. ندخل على ده. امثله للمدخلات. لو بدلت احنا قلنا المدخلات يعني الموارد، الموارد ديت زي ما قلنا موارد ماليه او موارد بشريه او موارد معلوماتيه، نظام معلومات او غيره. فانا بقول لك القوى البشريه يعني بالنسبه للمؤهلات البشريه، يعني هبص على المؤهلات بتاعت الناس وتراخيص مزاوله المهنه بتاعتهم وتدريبهم والاعداد بتاعتهم، المباني والتجهيزات ومستلزمات التشغيل ونظام العمل نفسه، السياسات والاجراءات بنلاقي فيه اوراق كده بتقول لنا نشتغل ازاي، التوصيف الوظيفي بتاع الناس، ادله العمل الاكلينيكيه اللي الناس هتشتغل بيها، المسارات العلاجيه، الملف الطبي، السجلات، الهيكل التنظيمي، الموارد الماليه، كل دي حاجات عشان اقدر اقدم الشغل بتاعي لازم يكون عندي المدخلات دي. هو انا ينفع اشتغل، انا دلوقتي اتكلمت ان انا هفكر في الشغل بتاعنا، هفكر بفكر العمليات، يعني اي حاجه شغاله عندي في المستشفى عباره عن عمليات، عباره عن مجموعه من المدخلات وعمليات ومخرجات. لو المدخلات اللي عندي دي مش كويسه، ينفع انا اقدر اشتغل بدون ما يكون عندي قوه بشريه كويسه؟ ينفع اشتغل بدون ما يكون مباني والتجهيزات كويسه؟ ينفع اشتغل بدون ما يكون عندي سياسات ولا اجراءات ولا توصيف وظيفي ولا عندي سجلات اسجل فيها ولا ملف طبي للعيان ولا موارد ماليه؟ ما ينفعش. فده امثله للمدخلات. يبقى انا لما بتكلم دلوقتي على ثلاثيه، انا بتكلم على مسلمة دونابيديان، بقول ان في علاقة سببية ما بين المدخلات والعمليات والمخرجات. كل واحدة هعرف تعريفها وهعرف لو قست الجودة من خلالها هقيسها ازاي، ورقم ثلاثة هعرف امثلة ليها، امثلة للمعنى ده. فلما اقول مدخلات يعني ايه؟ مدخلات تساوي الموارد، خلاص خلصنا خلاص. هي الموارد سواء موارد بشرية، موارد مالية، موارد مادية او معلومات او وقت. لو قست الجودة من ناحية المدخلات هيقيسها من ناحية الأفراد ومن ناحية التجهيزات بتاعت المكان. طب أمثلة للمدخلات، القوى البشرية، أعداد البشر، المؤهلات بتاعتهم، تراخيص مزاولة المهنة، المباني، التجهيزات، مستلزمات التشغيل، أدلة العمل الإكلينيكية، السياسات والإجراءات، التوصيف الوظيفي، السجلات، الهيكل التنظيمي، الموارد المالية، كل دول تعتبر أمثلة للمدخلات. ندخل على البند اللي بعده اللي هو العمليات. يعني إيه العمليات؟ العمليات هي عبارة عن مجموعة متعاقبة من الخطوات أو الأنشطة اللي بتشتغل أو اللي بتعمل على تحويل المدخلات إلى مخرجات. يبقى العمليات دي هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة أو من الخطوات المتتالية اللي بتشتغل مع بعضها عشان تحول لي المدخلات إلى مخرجات. تحول المدخلات إلى مخرجات.
يعني في كوباية الشاي اللي كنا بنوصفها ان انا احط المية وبعدين احط الشاي الخطوات دي كلها هي دي اللي انا بحول بيها المدخلات عشان تطلع لي الاخر كوباية شاي، فهي دي معنى كلمة العمليات. طب لو حبيت اقيس الجودة من ناحية العمليات بس اقيسها ازاي؟ يعني انا دلوقتي واحد بيعمل لي كوباية شاي وبعدين عايز بس اقيس الجودة على العمليات اللي هو عملها دي، هتفرق معايا ايه؟ هتفرق معايا حاجتين، المهارة والملائمة. المهارة اللي هو عامل فعلا الإجراءات الصح، حط فعلا الأول الشاي وبعدين حط على السكر وبعدين حط فوق المية، فالمهارة، وفي نفس المهارة اللي هي مدى تنفيذ الإجراءات دي، والملائمة هل الإجراءات اللي اتعملت بالشكل الصح ولا لا. يبقى لما أقيس الجودة من ناحية العمليات هقيسها من ناحية المهارة ومن ناحية الملائمة. المهارة هو شاطر فعلا عشان يعرف يطلع لي القهوة مثلا بوش. وطب الملائمة هل هو فعلا طلعها لي بالشكل الملائم ليا، لان انا كنت عاوزها سكر مظبوط ما عملهاش زيادة ولا عملها لي سادة، فهو ده العملية. يبقى العمليات لما احب اقيس الجودة من ناحية العمليات هقيسها من اتنين، مين؟ مهارة وملائمة. انواع العمليات، لو انا جيت ابص كده اصنف المستشفى بتاعتي، لو جيت ابص على المستشفى بتاعتي كده من فوق ركبت زي طيارة هليكوبتر وبصيت على المستشفى كلها كده عشان ابص عليها كعمليات واقسم الشغل بتاعي كعمليات، هلاقي ان تصنيف العمليات في الرعاية الصحية كلها بياخد 3 اشكال، يا اما عندي عمليات اكلينيكية، يا اما عمليات مساعدة او عمليات تقديم الرعاية، او عمليات ادارية وتنظيمية. يعني المستشفى بتاعتي لو جيت ابص على المستشفى هلاقي هما ال3 حاجات دول. عمليات اكلينيكيه يعني ايه؟ العمليات الاكلينيكيه ديت يا جماعه هي العلاقه المباشره او ما يفعله الممارسون اللي هو اطباء او تمريض او فنيين بالمريض، وما يفعله المريض من استجابه، يعني اي احتكاك مباشر ما بين مقدم الخدمه الصحيه والمرضى، دي بسميها عمليات اكلينيكيه. يعني بقى مثلا بكتب له العلاج، بكشف على عيان، بسحب منه عينه، بديله دواء، ده يعتبر اسمها عمليات اكلينيكيه. بس انا ينفع اشتغل العمليات الاكلينيكيه دي بدون ما حد مثلا ينظف لي الغرفه، ينقل لي العيان من مكان لمكان، او يجهز يوزع لي الاجهزه والادويه؟ لا، دي بسميها بقى اسمها عمليات مساعده، هي عمليات هتساعدني عشان اقدر اقدم الخدمه الطبيه دي. طب بس المستشفى عباره عن الاثنين دول بس؟ لا طبعا، مش عندنا حسابات وعندنا تعاقدات وعندنا حد مسؤول شؤون عاملين وشؤون اداريه وكلام زي دوت، فده بسميها العمليات الاداريه والتنظيميه. يبقى لو جيت اقسم المستشفى، اي مستشفى او اي مكان هقسمه من ناحيه العمليات، هتلاقي ان هو عباره عن عمليات اكلينيكيه، يا اما عمليات تقديم رعايه اللي هي العمليات المساعده، او عمليات اداريه. كل واحده من دول من العمليات دي هنبدا نعرف ايه تعريفها والامثله بتاعتها. فنتكلم على العمليات الاكلينيكيه. يعني ايه عمليات اكلينيكيه؟ قال لك ما يفعله الممارسون. مين الممارسون دول؟ اللي بيقدموا الخدمه الطبيه، يعني اطباء او تمريض او فنيين للمرضى، وما يفعله المرضى من استجابه. يعني ايه مثال ليها؟ ايه يعني؟ زي مثلا التقييم، انا بقيم حاله العيان، بكشف عليه، بقيس له الضغط، بقيس له النبض، بقيس له الحراره، او بديله العلاج، بوفر العلاجات والاجراءات، بطلب اختبارات وتحاليل وافسرها للعيان، بعمل اداره للدواء، بركب للعيان جهاز تنظيم قلب، بعالج المضاعفات اللي عنده، بعلم العيان وقاعد اديله تعليمات، تخطيط الاحاله او بعمل له خطه عشان احوله لمستشفى تانيه، مش ده كله حاجه مباشره ما بين الممارس والمرضى؟ دي بسميها عمليات اكلينيكيه. او خطه الخروج نفسها. طب عمليات تقديم الرعايه بقى؟ عمليات تقديم الرعايه او العمليات المساعده هي انشطه تدعم اللي بتدعم اللي بتدعمني أنشطة الدعم اللي بيستخدمها الممارسون وجميع موردي الرعاية لحصول المريض على الخدمة، عشان أضمن إن العيان يحصل على الخدمة دي. مش الخدمة الطبية اللي أنا قلتها اللي هي العمليات الإكلينيكية مش هعرف أعملها بدون الدعم اللي هيجيلي من العمليات المساعدة. يعني إيه الدعم ده؟ مثال ليها إيه؟ قال لك زي التسجيل مثلا، لما العيان بيجي يدخل عندنا المستشفى مش بنسجل بياناته وبنسجل الحاجة بتاعته؟ ينفع أقدم خدمة طبية بدون ما يكون في ملف طبي ومتسجل فيه البيانات بتاعت العيان؟ ما ينفعش، يبقى لازم دي تكون معايا. عندي تنظيف الغرف، العمال اللي بيطلعوا ينظفوا الاوض وكلام زي كده، ينفع اقدم خدمه طبيه للعيان واكشف عليه واديله تحاليل واعمل بدون ما حد يجي ينظف لنا الاوض، او ينقل لي العيان من مكان لمكان، او يوزع لي الادويه، او يسلم المعدات للاماكن بتاعتها؟ لا، دي بسميها عمليات تقديم الرعايه او عمليات مساعده.
العمليات او النوع الثالث من العمليات اسمه العمليات الاداريه والتنظيميه، ودي بقى الانشطه اللي بتتنفذ في نظم الاداره في اداره المستشفى. زي ايه بقى؟ زي نظام المعلومات الصحيه الاي تي، نظام الاي تي اللي في المستشفى، المستشفى ما عندهاش نظام معلوماتيه، او اداره الموارد البشريه اللي هي شؤون العاملين، او الاداره الماليه وكشوف المرتبات، او اداره العقود والتعاقدات. يبقى دول بسميهم العمليات الاداريه والتنظيميه. يبقى لما جينا من مبدا من مبادئ الجوده، لما قلنا ان العمل الجيد يتم من خلال عمليات فيها كفاءه مع استغلال امثل الموارد، فقالك ان انا لازم افكر بفكر العمليات. يعني ايه افكر بفكر العمليات؟ يعني المستشفى بتاعتك لازم تقسمها لمجموعه من العمليات. يعني ايه؟ لازم اقسمها لمجموعه من العمليات الاداريه اللي بتتم على مستوى الاداره بتاعت المستشفى، زي نظم المعلومات واداره الموارد البشريه والاداره الماليه وكشوف المرتبات. او اروح اقسمها الى عمليات مساعده، وهي العمليات اللي هي انشطه الدعم اللي هيستخدمها الممارسين عشان يقدر المريض يحصل على الخدمه دي، زي التسجيل وتنظيف الغرف ونقل المرضى وتوزيع الادويه وتسليم المعدات. او اقسمها الى عمليات الاكلينيكيه، وهي دي ما يفعله الممارسون من اطباء او تمريض او فنيين للمرضى، وما يفعله المرضى من استجابه، زي التقييم وتوفير العلاج والتعليم المرضى وتخطيط الاحاله واعطاء الادويه وسحب العينات. كل دول هي دي مجموعه العمليات. يبقى لازم تقسم المستشفى بتاعتك لو انت عايز تشتغل بفكر العمليات، انك تقسمها للثلاث عمليات دول. يبقى هي يعني ايه عمليات؟ هي الانشطه او الخطوات اللي بتحول لي المدخلات الى مخرجات. وقسمنا العمليات الى ثلاث انواع. لو حبيت اقيم الجوده من ناحيه العمليات، بقيمها من ناحيه اتنين ميم: الملائمه والمهاره. اخر حاجه عندنا اللي هي المخرجات بقى، اللي هي انا دلوقتي اتكلمت على المدخلات، وبعدين اتكلمت على العمليات، وبعدين هتكلم على المخرجات. المخرجات اللي بسميها النتائج. يبقى هي نتائج الرعايه، هي نتائج الرعايه سواء كانت النتائج دي سلبيه او ايجابيه او التدرج ما بينهم. النتيجه اللي طلعت عندي، المخرجات، النتائج اللي طلعت عندي. ولو حبيت اقيس الجوده من ناحيه المخرجات او من ناحيه النتائج، هقيسها على حاجتين. هقيسها على ايه؟ على التكلفه. التكلفه كلفتني كام؟ هبقى مبسوط بقى في الاخر، لما اخر بعد ما اجي اشرب كوبايه الشاي دي كده، هبقى عايز حاجتين: انا راضي عنها ولا لا، وفي نفس الوقت هدفع فلوس كام. فهي التكلفه ورضا المرضى عن الرعايه. الاثنين دول اللي هقدر اقيس بيهم المخرجات بتاعتي. يبقى لو حبيت اقيس الجوده من ناحيه المدخلات، هقيسها من ناحيه ايه؟ الافراد اللي بيقدموا الخدمه والمكان بتاع تقديم الخدمه. لو حبيت اقيسها من ناحيه العمليات، هقيسها من ناحيه المهاره بتاعت الناس اللي شغالين والملائمه. هل الخدمه اللي بتقدم دي ملائمه للاحتياجات الاكلينيكيه للمريض ولا لا؟ طب من ناحيه النتائج، هبص على تكاليف الرعايه، كلفتني فلوس قد ايه، والعيانين راضيين ولا مش راضيين. برضو زي ما قسمنا العمليات الى عمليات ثلاث انواع: عمليات اكلينيكيه وعمليات مساعده وعمليات تنظيميه واداريه، هقسم برضو المخرجات بتاعتي او النتائج الى ثلاث حاجات: نتائج اكلينيكيه، نتائج وظيفيه، نتائج متوقعه. يبقى دلوقتي لو انا بتكلم على المخرجات بتاعتي، المخرجات او النتائج هقسمها الى نتائج كلينيكيه او نتائج وظيفيه او نتائج متوقعه. الفرق ما بين النتائج الاكلينيكيه والنتائج الوظيفيه هو في الوقت، في العامل الزمني. يعني النتائج الاكلينيكيه الحاجات اللي بتحصل على المدى القصير، يعني مثلا دلوقتي بعمل لعيان عمليه وبعدين مات على طول، فدي تعتبر نتيجه كلينيكيه قصيره المدى. اما النتائج الوظيفيه دي النتائج اللي بتحصل، اللي هي طويله المدى، يعني اللي على مدى الحياه بتاعته. عيان مثلا كان عنده الضغط بتاعه عالي، انا اديت له علاج، الضغط بتاعه اتظبط، بس دخله في اكتئاب على المدى البعيد، فده تعتبر نتائج وظيفيه. عيان كان جاي وكان عنده مشكله في رجليه، فاحنا عملنا له مفصل صناعي وركبناه له، العمليه نجحت وزي الفل روح، بس هو بعد كده ما عادش بيمارس النشاط الطبيعي بتاعه على المدى البعيد، ما عادش بيعرف يطلع سلم، بقى بينهج بسرعه، بقى تعبان. دي اسمها نتائج وظيفيه. النتائج المتوقعه بقى اللي هي مدى حكم الرعايه والاهتمام اللي شافه العيان من الخدمه. يبقى النتائج بتاعتنا بقسمها لنتائج اكلينيكيه. يعني ايه نتائج اكلينيكيه؟ هي نتائج قصيره الاجل او قصيره المدى، اللي بتيجي على المدى القريب، زي مين؟ زي المضاعفات والوفيات. اما النتائج الوظيفيه هي النتائج اللي بتحصل على المدى الطويل، على المدى الطويل، ودي بتمثل انشطه الحياه اليوميه، زي الراجل دوت مثلا كده بدا يمشي بس بيمشي بعكاز، او نوعيه الحياه نفسها.
طيب النتائج اللي بعد كده اللي هي النتائج المتوقعة، ايه بقى النتائج المتوقعة؟ مدى رضا العيان نفسه، رضا العيان وعيلته، ومستوى فهمهم ومعرفتهم عن المرض نفسه. شايفين الابتسامة اللي موجودة دي كده، يبقى الناس دي راضية عن او الخدمة المتوقعة بتاعتهم، هم توقعوا الخدمة بالشكل الجائز. مدى رضا المريض وعائلته ومستوى فهمهم لحالة المرض. يبقى ده اللي انا اتكلمت عليه، ده كانت ايه؟ مسلمة دونابيديان، بيقول ان في علاقة ما بين المدخلات والعمليات والمخرجات، والعلاقة ديت هي علاقة سببية. يعني ايه علاقة سببية؟ يعني لو المدخلات كويسة العمليات هتتم بالشكل المتوقع، وبالتالي المخرجات هتطلع كويس، والعكس صحيح، لو المدخلات مش كويسة العمليات مش هتتم بالشكل الجيد، وبالتالي هيطلع المخرجات سيئة. لو انا دلوقتي جبت شاي اي كلام، وسكر مش كويس، وميه مش كويسه، وجبت واحد ما بيعرفش اصلا يعمل الشاي او القهوه، فانا اتوقع غالبا العمليات مش هتتم بالشكل الجيد، وبالتالي هتطلع المخرجات مش كويس. ولو عايز احكم على الجوده من ناحيه المدخلات اللي هي عباره عن الموارد، هحكم عليها من ناحيه ايه؟ من ناحيه حاجتين، الشخص اللي بيعملها، وهتكلم كمان على التجهيزات اللي موجوده. طب عشان احكم على الجوده من ناحيه العمليات، هحكم عليها من ناحيه المهاره ومن ناحيه الملائمة. طب لو حبيت احكم على الجودة من ناحية المخرجات، هحكم عليها من ناحية التكلفة ومدى رضا المريض. لو انا دلوقتي حبيت اطلب منكم، اقول لكم عشان نفهم برضو المسلمة بتاع الدونابيديان كده، لو انا بقول لك انا عايز تورتاية زي دي، حد طلب قال انا عايز تورتاية، فانا قلت تورتاية، فانت رحت قلت لي خلاص تمام، عشان نعمل التورتة محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين البيض، ومحتاجين دقيق، ومحتاجين سكر، ومحتاجين سمنه، ومحتاجين فانيليا، ومحتاجين بيكنج باودر، ومحتاجين شوكولاته، ومحتاجين نشا، وبعد كده محتاجين المطبخ دوت عشان نقدر ان احنا نعمل بيه الشغل، ومحتاجين اطباق صغيره، ومعلقه صغيره، ومعلقه كبيره، والحله التيفال ديت، ومحتاجين الكين وود اللي هنشتغل بيها، ومحتاجين البوتاجاز، ومحتاجين الست الشطره ديت، ومحتاجين كمان كتاب ابله نظيره اللي يقول لنا حط ايه على ايه على ايه على ايه عشان في الاخر تطلع التورتايه دي. بس لما طلعت التورتايه دي وجيت تقدميها لاختك الصغيره او اخواتكم الصغيرين، لقيتهم زعلانين كده. زعلانين ليه؟ لان هي كانت عايزه التورتايه دي كانت عايزاها بالفانيليا، فانت اضطريت ان انت تعملها تعيدها تاني عشان ترضيها، فانت عملتها هي بقت مبسوطه كده. انما في البيت طبعا والدك بقى بيشد بشعره كده لانه اتكلف كتير. عارفين ايه الغلطه اللي حصلت معانا هنا؟ ان الغلطه اللي احنا نسينا نركز على الكاستمر، ده الزبون. مش هو عاوز دلوقتي اعمل له تورتايه، يبقى اعرف احتياجاته ايه. لو كنت سالته من الاول انت حابب التورتايه بتاعتك ايه، ما كانش حصل ده. يبقى هنا بنتكلم على المدخلات والعمليات والمخرجات، ولو كانت حاجة في المدخلات مش كويسة بالتالي العمليات مش هتحصل بشكل جيد، وبالتالي المخرجات مش هتبقى كويسة. كده يبقى اتكلمنا على ثلاثية جوران وعلى مسلمة دونابيديان. هنتكلم بقى دلوقتي على التراخيص والاعتماد. التراخيص والاعتماد وشهادات الجودة، عايزين نفهم الفرق ما بين التراخيص والاعتماد وشهادات الجودة. وانا لخصت الموضوع دوت في جدول مقارنة ما بينهم. يعني انا هقارن ما بين التراخيص والاعتماد ومنح الشهادات او الشهادات من ناحية بعض الحاجات. من ناحية الجهة المسؤولة عن المنح، مين الجهة اللي بتمنح ده؟ طب تمنح لمن؟ وبعدين الهدف من المنح، المحتوى، كيف تتم العملية، بتتم ازاي؟ وبعد كده عايزين مثال عن كل واحدة من دول. بس انا عشان ابدأ اعرضها ونقدر نحفظها ونفهمها، هنبدأ مش بالترتيب ده. في الاول خالص كده انا عايز اقول لك ايه، حد سمع مره عن التراخيص؟ عايز مثال، مثال للتراخيص ومثال للاعتماد ومثال لمنح الشهادات. عايز كده مثال للتراخيص ومثال للشهادات ومثال للاعتماد عشان نبدا نفهم ده. التراخيص، انا سمعت مره يا دكتور ان في ترخيص مزاوله المهنه احنا بناخده بعد ما بنخلص المعهد بتاعنا. تمام، واحنا كاطباء كمان بناخد اسمه ترخيص مزاوله المهنه، حلو قوي. سمعت عن ترخيص تاني كمان؟ ده انا سمعت ان في مستشفى بتفتح وعايزه ترخيص، او مع مكتب او مركز اشعه ومحتاج ترخيص. يبقى انا دلوقتي هنا عندي هنا التراخيص مثال ليها، زي ترخيص مزاوله المهنه او ترخيص اي فتح اي منشاه. طب حد كده يديني مثال للشهادات. انا عندي فيه شهاده الدبلوم او شهاده البكالوريوس، وفي شهادات كمان للمنشآت، سمعنا عن شهادة اسمها الايزو بتاعت الجودة. يبقى ده مثال
للشهادات. طب حد ممكن يقول لي مثال كده للاعتماد؟ احنا كنا اتكلمنا عن حاجه اسمها الجي سي اي، جوينت كوميشن انترناشونال، شهاده الاعتماد الدوليه بتاعه الهيئه المشتركه، الهيئه الدوليه المشتركه لاعتماد المستشفيات اللي موجوده في امريكا، اللي انشئت عام 1951 اسمها الجي سي اي. وعندنا كمان شهاده الاعتماد المصري للجوده، لان احنا قلنا في معايير وطنيه طلعت من بعد تعريف ال WHO، فبقى عندنا هنا دلوقتي شهاده، في عندنا معايير مصريه للجوده، وفي عندنا شهاده الاعتماد المصري للجوده. يبقى انا دلوقتي اول حاجه بدات بيها عشان افهم المقارنه، ان انا هبدا بالاول هو ايه مثال للتراخيص ومثال للشهادات ومثال للاعتماد عشان ابقى فاهم يعني ايه الاول. بعد كده هبدا اشوف طيب هي بتمنح لمن بقى؟ تمنح لمن؟ انا دلوقتي قلت التراخيص، بقول في ترخيص مزاوله مهنه وترخيص فتح المنشاه، يعني في افراد ومنشات، صح كده؟ يبقى تمنح للمنشات والافراد. طب بالنسبه للشهادات برضو تمنح لمين؟ للافراد والمنشات. طب اما الاعتماد لا يمنح الا للمؤسسات فقط. يبقى ده الفرق التاني ما بينهم. طب بعد كده عايز اعرف الجهه المسؤوله عن المنح. هو انت كفرد، احنا عشان نروح ناخد ترخيص مزاوله المهنه كنا بناخده منين؟ كنا بناخده من وزاره الصحه، وعشان نفتح ترخيص منشاه بناخده برضو من الوزاره او من اللي هو العلاج الحر. يبقى انا دلوقتي محتاج انها تكون دي جهه ايه؟ جهه حكوميه. الوزاره دي جهه حكوميه ولا جهه خاصه؟ جهه حكوميه. يبقى لازم تبقى الجهات الحكوميه هي اللي تقدر تطلع التراخيص دي، جهات حكوميه زي العلاج الحر او وزاره الصحه. طب الشهادات، شهاده البكالوريوس او شهاده الدبلوم او شهاده الايزو دولت مين ممكن، او شهاده البكالوريوس، خلينا حتى للافراد. هو الافراد دول في عندنا مين مين الجهه اللي بتمنح ده؟ احنا عندنا المعهد بتاعنا ده معهد ايه؟ حكومي ولا خاص؟ حكومي، بس مش فيه زمايلنا في بعض المعاهد والكليات الخاصه؟ يبقى هنا ممكن تبقى هيئات معتمده حكوميه او غير حكوميه، بس الشرط انها تبقى معتمده، تبقى حكوميه او غير حكوميه. اما الاعتماد لازم تبقى هيئه مستقله غير حكوميه. يبقى لازم تكون غير حكومية وتكون مستقلة. ليه غير حكومية؟ عشان ما يجيش مثلا وزير الصحة يقول لي دلوقتي انزل اعتمد المستشفى دي فانا اروح اعتمدها غصبا عني. لا، هنا ما ينفعش، لازم تبقى هيئة مستقلة عشان ما يبقاش في اي محاباة، هيئة مستقلة غير حكومية. طب هنبدأ نشوف بقى الهدف من المنح. ايه الهدف ان انا ادي للافراد ترخيص مزاولة مهنة؟ ايه الهدف ان انت لما قبل ما تروح تمارس المهنة بتاعتك كطبيب او كفني لازم تاخد الاول ترخيص مزاولة المهنة؟ وايه الهدف برضو من المنشأة قبل ما تفتح تروح تاخد ترخيص للفتح؟ ايه بقى؟ سلامة المواطنين. الهدف من الموضوع التراخيص ده ان نضمن سلامة المواطنين. عايز العيان اللي يدخل تحت ايديك تعمل له فيلم الاشعة ابقى ضامن انك ما تروحش تدي له دوس عالية تأذيه، او العيان اللي جاي يعمل عندنا داخل المستشفى عندنا وانا فن صيانه ما احطوش على جهاز انت عامل له صيانه يموته يبوظه، انت ما تعرفش. يعني لازم اضمن سلامه المواطنين والعاملين وضمان الصحه العامه وصحه البيئه. عايز اضمن ان العيان اللي انا هكشف عليه دوت ان انا ما اذيهوش، فانا هاخد ترخيص مزاوله المهنه ان انا ينفع اكشف على العيان ده. فالهدف من التراخيص سواء كان للافراد او للمنشاه ان انا اضمن سلامه المواطنين. وبالنسبة للمنشأة أنا بتكلم على الحاجات اللي لازم تكون موجودة في المكان عشان أضمن سلامة المواطن اللي يدخل ياخد الخدمة الطبية جوه المكان ده. طيب بالنسبة للشهادة، الهدف من منح الشهادة إيه؟ لو أنا بدي الشهادة دوت لشخص معين أو بديها لمنشأة، لو شخص بدي الشهادة لشخص عايز أقول إيه الهدف منها؟ الهدف إن أنا أقول إن هو إن الشخص ده، أقول إن الهدف منها إن الشخص قد أتم النجاح، إنه نجح في مزيد من التعليم او في تدريب معين. ان لما انت تاخد الشهاده بتاعه الدبلوم المعاهد الفنيه فانا بشهد ان انت نجحت وخدت تدريب وتعليم معين في مجال الصيانه او في مجال الاشعه او في مجال الاسنان او في مجال التمريض او في مجال المعاونين او في مجال التسجيل الطبي، التسجيل الطبي في المجال اللي انت فيه. اما بالنسبه للمنشاه لما ادي لها شهاده زي الايزو ان انا بقول انها التزمت بتنفيذ نظم الجوده، انها التزمت بتنفيذ الجوده، لان الشهادات لما تمنح لمؤسسه بدي له شهاده في الجوده، فانا بقول له الشهاده دي زي الايزو كده بقول لك ان المستشفى او المكان ده التزم بنظم الجوده. طب هنتكلم بقى على مين؟ على المحتوى. المحتوى بتاع التراخيص، التراخيص دي المحتوى بتاعها بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على الحد الادنى للمعايير. يعني ايه الحد الادنى للمعايير اللي بتضمن السلامه؟
يعني انا بضمن اقل حاجه خالص اضمن بيها من الفرد ده اهو، لو كشف على العيان ده اهو ياخد، يبقى في ايه العيان ده سليم امن. انا بعد ما بخلص بكالوريوس الطب والجراحه اول ما بخلص بروح اخد ترخيص مزاوله المهنه، ده اقل حاجه قبل ما اخد شهادات دبلوم او ماجستير او اخد دكتوراه او اخد اي حاجه عاليه عن كده. نفس القصه، انت بتاخد دبلوم المعاهد الفنيه تروح تاخد على طول ترخيص مزاوله المهنه، ده المحتوى بتاعه بيضمن، ده اقل محتوى من المعايير اللي بتضمن السلامه. بعد كده انت ممكن تاخد بكالوريوس تكمل السنوات التخصصيه تاخد دراسات تانية، بس هو بيتكلم على التراخيص، بيقول المحتوى بتاعه بيتكلم عن الحد الادنى للمعايير اللي بتضمن السلامه. طيب بالنسبه للشهادات المحتوى بتاعها بيتكلم على ايه؟ الشهادات قالك الشهادات لا بتتكلم على متطلبات محدده مسبقا بس بتفوق الحد الادنى للمعايير، يعني بتفوق التراخيص. الاعتماد بقى لا ده مستوى عالي جدا، مستوى اعلى، الهدف منه تحقيق الجوده والتحسين المستمر. مش احنا في اداره جوده شامله المستوى، عايزين تحسين مستمر. يبقى في الاولانيه خالص في التراخيص كنت بس الحد الادنى اقل حد للمعايير اللي بضمن بيه السلامه بس. الشهاده لا بضمن بيها لا متطلبات محدده مسبقا بتبقى اعلى شويه من المعايير، اعلى شويه من معايير التراخيص. اما الاعتماد لا، الاعتماد اعلى، مستوى اعلى للاداء بيهدف لتحقيق الجوده والتحسين المستمر. طب ازاي بتتم العمليه دي؟ لو انا دلوقتي عايز ارخص مكان او ارخص تاخد ترخيص مزاوله المهنه، لو انت النهارده عاوز ترخيص مزاوله المهنه بتاعك بتعمل ايه؟ ترخيص مزاوله المهنه عشان تحصل عليه بعد بتروح لوزاره، احنا من الجهه المانحه بتروح للجهه الحكوميه اللي هي وزاره الصحه، وبعدين تبدا تفحص الشهادات بتاعتك بتاعت التخرج، بتدي لها شهاده المعهد بتاعك، فتبدا تطلع لك ترخيص مزاوله المهنه. او في بعض الاماكن بيعملوا امتحان، بيعملوا امتحان زي دلوقتي في السعوديه هيئه التخصصات السعوديه بتعمل امتحان اسمه امتحان البروميتريك. امتحان البروميتريك دوت الاشخاص اللي عايزين يمارسوا مهنه الصحه او يشتغلوا في السعوديه كاطباء او تمريض او فنيين بيعمل لهم امتحان، لو نجح في الامتحان يدي له ترخيص مزاوله المهنه عندهم. ده بالنسبه للافراد. طب بالنسبه للمنشات؟ قالك لا، المنشات هنا عشان تعمل فيها التراخيص بتبدا تستخدم ثلاث حاجات: الملاحظه، بتبص بعينيك وتعمل مرور كده، وتراجع الوثائق وتراجع الاوراق والمستندات بتاعتهم. ده بالنسبه للمنشات، ده بالنسبه للتراخيص. طب بالنسبه للشهاده للافراد عشان ياخدوا شهاده هعمل لهم امتحان، مش انت بتيجي في الاخر بتعمل لك امتحان عشان تاخد الشهاده؟ فده للافراد. طب للمنشات اللي عايزه تاخد مثلا شهاده زي الايزو، بنعمل زي بتاعه التراخيص بالظبط، بنعمل مراجعه للوثائق وللملاحظه. الاعتماد بقى عشان بيتكلم على مستوى اعلى وعاوز تحقيق للجوده وتحسين مستمر وحاجه عاليه قوي، لا بيبقى ليه متطلبات اكبر شويه. هو الاول بياخد نفس الاثنين اللي بيتعملوا في التراخيص وبيتعملوا في الشهادات، اللي هو مراجعه الوثائق والملاحظه. هتلاقوا مراجعه الوثائق اهي والملاحظه، ملاحظه عن طريق جوله في المستشفى، يعني نمشي في المستشفى او المكان دوت نمر فيه كده نتاكد ان الحاجات موجوده، يبقى مراجعه الوثائق والملاحظه. بس في حاجتين كمان بنزودهم: سلسله من اللقاءات والمقابلات. طول ما احنا ماشيين بنقابل الناس ونسالهم حضرتك تعرف ايه عن الجوده؟ طب انت بتقيس ايه في القسم بتاعك اللي هي المراقبه؟ انا بقيس كذا وبقيس كذا وبعمل كذا. طب لو حصل لا قدر الله حريق في المستشفى هتعمل ايه؟ تعرف الاكواد؟ يبدأ بقى يتكلم على الكود، يقول له انا عندي كود ريد لو حصل حريق، طب لو حصل ارست عندي كود بلو. يبدأ يتكلم مع الناس ويعمل معاهم لقاءات ومحادثات عشان يتأكد ان في تحسين مستمر وان في جودة بالفعل موجودة. ويعمل حاجة كمان اسمها التتبع. يعني ايه التتبع؟ انه يمشي مع مريض من ساعة ما يدخل المستشفى ويبدأ يشوف ايه الاجراءات اللي بتحصل معاه في كل مرحلة، هل فيها جودة فعلا ولا ما فيهاش جودة. يبقى ده الفرق ما بين التراخيص وما بين الاعتماد وما بين الشهادات. يبقى لما نيجي نقارن ما بينهم هنقارن، احنا الاول عشان نحفظهم هنحفظهم بالطريقه اللي احنا قلناها، نعرف المثال وبعدين نفهم الباقي. بس خلاص نجيبهم دلوقتي بعد ما فهمنا نقدر دلوقتي نجيبهم بالشكل ده. يبقى الجهه المسؤوله عن المنح في حاله التراخيص هي جهات حكوميه، اما في الاعتماد هيئه مستقله غير حكوميه، في الشهادات هيئه معتمده قد تكون حكوميه او غير حكوميه. بتمنح لمن؟ التراخيص تمنح للمنشآت وللأفراد، أما الاعتماد تمنح للمنشآت فقط، أما الشهادات تمنح للمنشآت والأفراد. الهدف من المنح، الهدف من التراخيص عايز أضمن سلامة المواطنين والعاملين وكذلك ضمان الصحة العامة. الاعتماد الهدف منه تحسين جودة الخدمات وتحسين الأداء.
الهدف من منح الشهادة بالنسبة للشخص، عايز أقول عايز أشهد إنه أتم النجاح في مزيد من التعليم والتدريب، وبالنسبة للمنشآت إنها التزمت بتنفيذ نظم الجودة. طب المحتوى بتاع التراخيص ده الحد الأدنى اللي بتضمن السلامة، إنما الشهادة مستوى أعلى للأداء بيهدف إلى تحقيق الجودة والتحسين المستمر. منح الشهادات بقى بيتكلم متطلبات أعلى شوية من الحد الأدنى بس أقل من الاعتماد. طب إزاي بتتم العملية؟ بالنسبة للأفراد بفحص الشهادات بتاعة التخرج أو بعمل لهم امتحان، للمنشآت بعمل ملاحظة ومراجعة وثائق. بالنسبة للاعتماد براجع الوثائق برضو وبعمل ملاحظة بس بعمل سلسلة من اللقاءات والتتبع. بالنسبة للشهادات بالنسبة للأفراد بعمل عقد امتحان، وللمنشآت بعمل مراجعة وثائق وملاحظة. مثال للتراخيص، للأفراد ترخيص مزاولة المهنة، للمنشآت ترخيص فتح المنشأة. بالنسبة للاعتماد عندنا شهادة الاعتماد المصري أو المصري للجودة أو الجي سي أي اللي هي الهيئة المشتركة لاعتماد المستشفيات. بالنسبة للشهادات مثال للشهادات للأفراد شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو الماجستير، أما بالنسبة للمنشآت فزي شهادة الأيزو. طب عايزين نعرف كده المنشآت اللي في مصر أو المستشفيات اللي في مصر اللي حصلت على شهادة الجي سي أي الاعتماد وحصلت على شهادة الاعتماد المصري للجودة. مين اللي حصل على جي سي اي ومين اللي حصل على الاعتماد المصري للجودة؟ بعد كده نبدأ نتكلم شوية عن شهادة الايزو دي. عندنا المستشفيات في مصر يا جماعة اللي حصلت على الجي سي اي، عندنا مستشفى دار الفؤاد، مستشفى السلام الدولي، مستشفى المغربي للعيون فرع القاهرة، مستشفى وادي النيل للمخابرات، مركز الطب العالمي، مستشفى الدولي للعيون فرع الدقي، مستشفى السرطان 57357، مستشفى السعودي الالماني، مستشفى العربي اللي هو في اشمون. دول المستشفيات اللي حاصلين على الجي سي اي، واحنا قلنا الجي سي اي دول الهيئه المشتركه لاعتماد المستشفيات اللي موجوده في امريكا، انشئت عام 1951، حطت بعض المعايير للخدمات الطبيه اللي بتقدم على مستوى العالم، وقلنا تكلفه الزياره حوالي 60,000 دولار، فاحنا المصريين مش هيعرفوا يدخلوا في كل دول، دول هيبقوا صعبين قوي، غاليين جدا جدا علينا. عشان كده لما جت منظمة الصحة العالمية وعرفت الجودة قالت ان هي تكون لازم تبقى آمنة ومقبولة بالنسبة للمجتمع وبتكاليف معقولة، فطلع هنا الاعتماد المصري للجودة. مصر طلعت معايير للجودة، وكان ثلاث مستشفيات في مصر بس اللي حصلوا على الاعتماد المصري للجودة، مستشفى مصطفى كامل العسكري في اسكندرية، مستشفى دار الشفا في القاهرة، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي في القاهرة. يبقى ده امثله للمستشفيات اللي حصلت على الجي سي اي وامثله للمستشفيات اللي حصلت على الاعتماد المصري. طب ايه بقى الايزو اللي بنسمع عنه ده؟ الايزو هي المنظمه الدوليه للمعايير، دي منظمه اسمها المنظمه الدوليه للمعايير، انشئت عام 1947، هي منظمه دورها تضع المعايير، وضع المعايير، بتحط لنا معايير للجوده. المنظمه ديت موجوده فين؟ المنظمه ديت موجوده المقر بتاعها في سويسرا، في سويسرا في مدينة اسمها مدينة جنيف في سويسرا. طب هي كلمة ايزو دي هل اختصار لبعض الحروف ولا حاجة؟ احنا الجي سي اي كان اختصار للجوينت كوميشن انترناشونال، لو هنا رجعنا هنا كده الجي سي اي جوينت كوميشن انترناشونال، خد الحروف الاولى بتاع جوينت اللي هي الجي، والكوميشن اللي هي السي، والانترناشونال اللي هي الاي، اللي هي الهيئة الدولية لاعتماد الهيئة المشتركة الدولية لاعتماد المنشآت الصحية. طب الايزو دي بقى هل هي الايزو الاي اس او دي اختصار لكلمات؟ قال لك لا، الايزو هي كلمه يونانيه معناها المساواه، وهو كان عايز يقول لنا كده ان الايزو ما بداوش ياخدوها من اختصار من لغه انجليزيه او اختصارات لاي لدوله ولا حاجه، لان كان الغايه من التسميه بتاعه الايزو دي ان هو عايز اقول ان في مساواه بمختلف الثقافات. كنت بقول الغايه من التسميه المساواه بين مختلف الثقافات، فعشان كده بنقول كلمه ايزو ما هيش اختصار لكلمه انجليزيه ولا فرنسيه ولا اي حاجه، لا، الايزو هي كلمه يونانيه معناها المساواه، وكان الهدف منها عشان كده اختاروا الكلمه دي وقالوا احنا هنسمي نفسنا الهيئه بتاع الهيئه بتاعتنا هنسميها ايزو. ليه؟ عشان الهدف بتاعنا ان احنا نعمل مساواه بين مختلف الثقافات. يبقى هي هيئه مسؤوله عن وضع المعايير، موجوده في سويسرا في مدينة جنيف، انشئت عام 1947، اصل الكلمة ديت اصل يوناني معناها المساواة، وكان الغاية من التسمية المساواة بين مختلف الثقافات. عندنا اكتر من نوع من انواع شهادات الايزو،
يسمع كده ايزو 9001، ايزو 14001، ايزو 22000، ايزو 45000، ايزو 31000، ايزو 15189. ايه ده؟ دي عبارة عن شهادات للايزو. كل شهادة وكل رقم ده ليه معنى. يعني مثلا لما اقول ان المكان دوت واخد ايزو 9001، يبقى خدوه في ادارة الجودة، يبقى الادارة بتاعت المكان ده شغالة بجودة. طب ايزو 14001، يبقى انا شغال على ادارة البيئة، انا بحافظ على البيئة بنظام جودة كويس. ايزو 22000 ده بيتكلم على سلامة الغذاء. ايزو 45001 ده بيتكلم على الصحة والسلامة المهنية. ايزو 31000 بيتكلم على إدارة المخاطر، إدارة مخاطر الأعمال. ايزو 21001 ده بيتكلم على إدارة المنظمات التعليمية. ايزو 15189 بيتكلم على مواصفة المعامل الطبية. يبقى لو انا دلوقتي معمل وعاوز اخد شهادة في الايزو، اخد انهي من دول؟ قال لك خد 15189. طب ينفع اخد 9001؟ ينفع. 9001 دي تنفع لكل حاجه، تنفع لمستشفى وتنفع لمصنع وتنفع لمدرسه، لانها بتتكلم في نظام اداره، في اي مكان ما فيش فيه اداره لا. فعشان كده الايزو 9001 تنفع لاي حد. انما لو جه معمل طبي بيقول انا واخد شهاده في الايزو، لا يهمني او يكون واخد كمان ياخد الايزو 9001 ما فيش مشكله في الاداره، بس لازم ياخد لي كمان ايزو 15189 عشان تبقى دي بتاعه المعامل الطبيه. طب لو هو مثلا دلوقتي مطعم وعايز ياخد ايزو، ينفع ياخد ايزو 9001؟ ياخده ينفع، بس لازم كمان ياخد عشان يبقى كويس واضمن الاكل اللي فيه، اخد ايزو 22000 لان ده بيتكلم على سلامه الغذاء. طب المصانع وكلام زي كده وسلامه البيئه، عايز اتكلم على 14001 مهم جدا. لو انا بتكلم على اداره المخاطر اتكلم على 31000 ده اداره مخاطر الاعمال. لو انا مدرسه او معهد تعليمي او جامعه او حاجه، هاخد ايزو 21001 ده عشان ده إدارة المنظمات التعليمية. يبقى احنا دلوقتي كده بدأنا، خدنا النهاردة اتكلمنا على الأول كيف ننشئ نظام للجودة في المستشفى. لما قلنا المستشفى، قلنا الجودة دي عاملة زي البيت، ليه أساس اللي هو أساس بتاعه مبادئ الجودة، أطلع بالعواميد اللي هي أبعاد الجودة عشان في الآخر أبص عليه من الثلاث جهات بتوع أشكال الجودة عشان أحكم عليه. اتكلمنا على ثلاثية جوران، وقلنا جوران اتكلم على ثلاثية اللي هي تخطيط للجودة، مراقبة الجودة، تحسين الجودة. العلاقة بينهم علاقة كحلقة، لا توجد نقطة بداية ولا نقطة نهاية. كل واحدة من المراحل دي عرفت عنها ثلاث حاجات. أول حاجة خالص هو إيه الهدف منها، مين المسؤول عنها، إيه الخطوات بتاعتها. عرفنا أن التخطيط كان الهدف أن أنا أنشئ خدمة جديدة تلبي احتياجات العميل. مين الهدف أو مين المسؤول عنها؟ القيادات العليا. إيه الخطوات بتاعتها؟ ست خطوات. اتكلمنا على رقابة الجودة، وقلنا رقابة الجودة الهدف منها ان نضمن الاعمال الروتينية مالها تتعمل بشكل صح وثابت. مين المسؤول عنها؟ جميع العاملين، وفيها ثلاث خطوات. طب تحسين الجودة الهدف منها ان نوصل لمستويات، احسن مستوى الاداء لمستويات ما وصلت لهاش قبل كده. مين المسؤول عنها؟ فرق الجودة ولجان الجودة. ليه فرق الجودة ولجان الجودة؟ لان هم متعلمين معاهم ادوات للجودة يقدروا يساعدوا في حل المشكلات وتحسينها. كام خطوة؟ ست خطوات. بعد كده دخلنا على مسلمة دونابيديان، ودونابيديان كان من أوائل العلماء اللي اتكلموا عن جودة الرعاية الصحية، وقال إن العلاقة ما بين المدخلات والعمليات والمخرجات علاقة سببية. بدأ يتكلم على المدخلات، قلنا في كل واحدة منهم هنتكلم معناها إيه؟ لو حكمت الجودة، لو قست الجودة عليها هقيسها إزاي؟ ولو ليها أنواع. بدأنا اتكلمنا على المدخلات وقلنا المدخلات يعني إيه؟ يعني الموارد. طيب لو قست الجوده من ناحيه المدخلات هقيسها من ناحيه الاشخاص اللي موجودين ومن ناحيه المكان اللي بيتم فيه تقديم الخدمه. انواع المدخلات ايه؟ موارد بشريه وموارد ماليه وموارد ماليه، وعندنا كمان المعلومات والوقت وامثله ليها كتير. بعد كده بدانا ندخل على العمليات. يعني ايه العمليات؟ هي الخطوات المتتاليه اللي بتحول المدخلات لمخرجات. لو قست الجوده من ناحيه العمليات هقيسها من ناحيه الملائمه والمهاره. انواع العمليات كان عندي ثلاث انواع من العمليات: عمليات اكلينيكيه، عمليات مساعده، عمليات اداريه وتنظيميه. عمليات اكلينيكيه اللي هي العلاقه المباشره ما بين الممارس للخدمه او الممارس اللي بيقدم الخدمه الطبيه والمريض مباشره. العلاقه المباشره دي بسميها عمليات اكلينيكيه، زي بفحص عيان، بكشف عليه، بسحب عينه، بديله علاج، بركب له جهاز تنظيم قلب، بحوله من مستشفى لمستشفى،
ده تعتبر اسمها عمليات اكلينيكيه. طب العمليات المساعده هي العمليات اللي هتدعمني عشان اقدر اقدم الخدمه دي، زي نقل المرضى، التسجيل، بسجل بيانات العيان، بنقل العيان من مكان لمكان، بوزع الادويه، بوزع الاجهزه، بنظف الغرف. العمليات التنظيميه اللي على مستوى الاداره، زي مثلا اللي هو الاداره الماليه، اداره شؤون الافراد اللي هي الموارد البشريه، بتكلم على التعاقدات، بتكلم على الهياكل التنظيميه، كل دوت يعتبر بسميها عمليات اداريه. طب العمليات يبقى كده خلصنا جزء العمليات، نتكلم بقى على المخرجات. المخرجات المقصود بيها النتائج. النتائج دي سواء كانت ايجابيه او سلبيه او ما بينهم. طب لو حكمت على الجودة من ناحية المخرجات أو النتائج، هحكم عليها من ناحية إيه؟ من ناحية حاجتين، التكلفة ورضا المرضى. طب أنواع المخرجات أو أنواع النتائج ثلاثة. نتائج إكلينيكية اللي هي قصيرة المدى، زي المضاعفات والوفيات، أو نتائج طويلة المدى اللي هي اللي بسميها الوظيفية، اللي هي طويلة اللي بتيجي على المدى الطويل. وعندنا النتائج الأخيرة خالص اللي هي النتائج المتوقعة، اللي هو مدى حكم العيان نفسه على الخدمة اللي خدها. يبقى كده خلصنا الجزء بتاع مسلمة دونابين. دخلنا بعد كده على الفرق ما بين التراخيص والاعتماد والشهادات، وأدينا أمثلة للشهادات بتاعت الجودة سواء كان الأيزو، واتكلمنا على الشهادات الاعتماد والمستشفيات اللي حصلت على شهادات الاعتماد سواء الجي سي اي او الاعتماد المصري، وقلنا انواع شهادات الايزو المختلفه، واتكلمنا كمان على ان الايزو يعني ايه المقصود بكلمه ايزو، اصل التسميه بتاعتها، المنظمه دي انشئت سنه كام، المقر بتاعها موجود فين، وانواع الشهادات كل شهاده معناها ايه. وبكده نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا بتاعت النهارده، ونتقابل على خير ان شاء الله في المحاضره القادمه. السلام عليكم ورحمه الله.